call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. واليوم الفيديو بالتأكيد راح نتكلم فيه عن طرق الاستحواذ. الاستحواذ هذا الموسم عبارة عن كم طريقة، طريقة المشتركة او اللي هي هذه اللي هي شراء الحصة، الطريقة الثانية طريقة الكنز الاسطوري او ايش اسمها، اللي تكون سفينة باللون الازرق تظهر لك تروح تحاربها نفس ما كانت في الموسم الماضي، الطريقة الثالثة انك تسيطر على يعني هذا المشترك اللي يكون او العدائي اللي تطلع باللون الاحمر تروح لها وتهاجم تهجم عليهم، تحاول انك تجمع 100% واحتمال انه يهجم عليك شخص ثاني اونلاين يهجم عليك ويحاول انه يوصل للمئة قبلك، للمئة بالمئة قبلك. الطريقة الرابعة اللي هي تكون باللون الاخضر ويكون شخص واحد فقط يدخل فيها، ونفس الشيء تكون نفس السيطرة هذه الحمراء لكن تكون ما فيها شخص أونلاين، يعني فقط وحدك اللي تروح تسيطر. الطريقة الأولى هذه اللي تكلمنا عنها يقول يطلب منك إنه باغي والله 50 سبيكة برونزية، فأنت مباشرة يعني تسوي لها قبول ومن ثم يظهر لك إيش نوع الحاجة اللي تريد تسلمها يعني. فتروح لإدارة الشحنة وتشوف إذا عندك البرونز، أتوقع إنه عندنا البرونز هنا، ننقل كمية 50 من البرونز اللي محتاجي لها، ومن ثم نروح انتقال سريع للمكان هذا ونسوي فيه سيطرة. طبعا وش المكافأة؟ بتكون كوسيني اللي هي وين كوسيني تكون؟ هل قريبة منهم؟ المفروض انها تكون قريبة. وين تكون كوسيني؟ هذه كوسيني. فننتقل لهنا. ما اريد اسوي خروج، اريد اسوي انتقال سريع. هنا في مشكلة مع الانتقال السريع. اوكي، الحين ننتقل انتقال سريع لهنا ونسوي تسليم للشحنة اللي طلبوها منا اللي هي البرونز، ومن ثم راح يعطونا كوسيني. طبعا النقطة الثانية اللي بتكلم فيها واللي الكل يسأل عنها، طبعا انتو ما تسيطروا الا اذا كنتم مطورين الخانة الاخيرة على اليمين، ويكون عندكم القدرة انكم تسيطروا على مصانع اكثر. اكتملت الشحنة والحين كوسيني اصبحت ملكنا. هنا يكتبوا لكم بالضبط كم تقدروا توصلوا. انا اقدر اوصل ل 48 مصنع، حاليا عندي 13 مصنع، فاقدر اشترك واقدر ادخل في كل الهجمات. طبعا اذا دخلت هذيك ما بتقدر تدخل الثانيه اللي كانت هنا او ما زالت هنا، بس غير مسموح لك بالتاهل لشراء هذه الحصه لانك في الوقت الواحد تقدر انك تسيطر على واحده فقط. الحين خلصنا سيطرنا على هذه. الحاجة الثانية مثلا او بالتأكيد يعني راح اشرحها كيف انك تطور المصانع. المصانع ما تسمح لك انك تحط سفينة مخصصة للمصنع الا اذا توصل للليفل 4، فحتى يعني المفروض انه يكون مكتوب لك في مكان من الاماكن. المهم انك تطور المصنع للليفل 4 وصلنا ليفل 4 او الحالي ليفل 4 خلاص. الحين فتحت عندنا المصانع ويقول لك لازم سفينه مرتبه 5، فانت تختار سفينه مرتبه 5 بالتاكيد. اذا كانت اذا رقينا الليفل 10 فبيطلب منك 7 ليفل 7 و8 على حسب البعد عن المركز. طبعا شيء من هنا يطلب منك حتى ليفلات متقدمه تقريبا ليفل 11. شوف حتى هذه السبعه ما تقدر، لازم يكون ليفل 8، فلازم اطور هذه الى الليفل 8 وبعدين اقدر اني اخصصها. اقدر اني اخصصها الحين لكن تكون في حاله خطره، فيفضل اني ارفعها لليفل 8 ومن ثم اسمح لها انها تجمع التجميع التلقائي من هنا. طبعا مرة ثانية وكالعادة لازم انك تروح وتضيف فلوس لهذا المصنع. انا بسوي اضافة للفلوس لهذا المصنع 35,000. طبعا مثل ما انتم عارفين ان لازم نطور في الطاولة الاساسية، طاولة
طاولتنا في المقر الأساسي نطور عشان نقدر نخفض هذا الرقم. هذا الرقم يمكن يبدأ على 75,000 أو 65,000، والحين نزلناه لل 35,000 في الدعم. ف شيء مهم يعني انك تنزل المصانع. طبعا تعرفوا كيف انكم تزيدوا الفلوس، كيف تجيبوا سيلفر، كميات سيلفر زيادة. هنا الترقيات اللي تكلمت عنها، تروحوا للترقيات الأخيرة وتوصلوا. أنا ما أريد أوصل ل 76 مصنع، يسدني 48 مصنع، لكن بعدين نشوف. النهاية طورت هذه للهندية، التجارة الهولندية ما أريدها لأني ما أريد أروح للجهة الهندية، بس طورت هذه اللي بستخدمها. مهارة المهربين كذلك يمكن في المستقبل أطورها، ويمكن الحين أطورها، ليش لا؟ فهذه حاجة من الحاجات. تطوير السفينة، هذا الموسم راح يركز على إنه يكون عندنا مجموعة سفن، وكذلك نطور هذه السفن، مو بس إن نصنعهن. فنحتاج إن بطول الوقت يعني يكون عندك أسطول كبير أقل شيء. مثلا أنا الحين لما قلت إني أروح أسوي 48 مصنع، عشان إني ما أمشي للمصانع كل شويتين، فيفضل إنه يكون عندي 48 سفينة يعني بمستوى عالي، عشان تقدر تجمع لي. هذا تقريبا كل شيء. هل ذكرت حاجة أو هل نسيت حاجة ما تكلمت عنها في المصانع؟ قلت لكم إنكم تطوروا. طبعا في كان طلب إني أوكي بروح هنا. في طلب إني، مع إني ما كان المفروض إني أنتقل انتقال سريع، بس يمكن يكون مباشر وأسرع. لما تروح بداية اللعبة راح يعطوك عقود. إذا كنت لاعب في الموسم الماضي بيعطوك عقود إيجار تقدر تستخدمها، أو إنك تروح مع شيرلوك وتشتري تقريبا ب10,000 ولا ب1,000 من الذهب، ما متأكد من الرقم بالضبط، تشتري العقود هذه. ليش هذا يضربني؟ سلامات. طيب، تشتري العقود هذه وتروح للمصنع المخصص، أو المصنع هذا اللي تريد تشتري أي مصنع، سواء يعني هذا أو أي مصنع آخر. تروح وتسوي استهلاك لعقد الإيجار من مقر القيادة. طبعا أنا الحين ما عندي عقد إيجار، فما أقدر، يعني ظهرت لي أني ما أقدر أختار هذا الخيار. إذا أعجبك المقطع أتمنى أنك تضغط على زر لايك. نفس الشيء إذا كنت ما متابع للقناة، أتمنى أنك تتابع القناة. وإذا ما أعجبك المقطع، أتمنى أنك تذكر لي تحت ويش الحاجة اللي ما عجبتك، عشان نغيرها في المستقبل. كذلك اكتبوا لي في الكومنتات وش الحاجات اللي تريدوا تشوفوها من المقاطع. طبعا هذا المقطع راح ينزل قبل العيد، ف قبل العيد بيوم تقريبا. فكل عام وانتم بخير، عاده الله علينا وعليكم، ان شاء الله سنوات عديده، وان شاء الله الله يخلص اخواننا في غزه من اياد الصهاينه والاحتلال. بس حاجه واحده بقت، اني اروح واشوف كم قيمه العقود الايجار اللي اذا بغيتوا تشتريوها تقدروا تشتريوها من عند شيرلوك او من عند رحمة. طبعا تعرفوا ان رحمة هنا، وشيرلوك نفس الشيء في المقر الرئيسي مع تبدأ القصة. اذا رحنا بيع وشراء، فهنا وين هذا عقد ايجار مقر القيادة في جزر الهند فقط، وهذا يكون مفتوح لأي مكان. تقدر تشتريه بالصعود الذهبي تقريبا، وهذا تشتريه باللوتس الاسود او الافيون لوتس الاسود، ايوه. وهنا الصعود الفضي اللي هو المطور اكثر، واللي نستخدمه عشان نغسل الاموال. فهنا نستخدم هذا وهذا، ويكون عندنا 240,000، ونفتح بها المصانع. اسكت يا رحمة، وخلينا نفتح الماب ونسوي دعم للمصانع اللي اوريدي فيها. ايش اللي فيها؟ سفننا شغالة، نختار أغلى واحد، لأنه طبعا هذا ياخذ يعطيني أكثر من الآلاف اللي يعني أكثر من 35,000، بسبب إني ما مسيطر على المنطقة، وبسبب إني ما مسيطر على الخطوط التجارية. فيفضل إنك تسيطر على منطقة واحدة أكثر. لذلك أنا لما عندي العقود في البداية سيطرت على منطقة كاملة، وهذه المنطقة لأنه فيها أكبر كمية من الخطوط، لذلك
بتكون أرخص شيء لما أسيطر يعني على كل المصانع المتصلة بهذا المصنع. كل هذا الكلام اللي تكلمت فيه إذا كنت جديد على اللعبة طبعا شوية بيكون صعب عليك إنك تفهمه، لكن ترجع للفيديوهات وإن شاء الله راح تتعلم كل شيء. وإذا في حاجة ما واضحة اذكروا لي في الكومنتات. هنا نهاية المقطع ونشوفكم في مقطع آخر، والسلام.